خبر عاجل وقبل قليلة، الحكومة المغربية ترد على حادث إطلاق البحرية الجزائرية الرصاص على شابين مغربيين. وفي التفاصيل، في أول رد لها على حادث إطلاق الرصاص على شابين مغربيين من قبل البحرية الجزائرية، قال مصطفى بايساس الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا الأمر هو من اختصاص السلطة القضائية. وكان شاطئ السعيدية قد شهد استنفارا أمنيا غير مسبوقة بعد العثور على جثتين لفتتهما مياه البحر نحو الشاطئ، ليتم نقلهما نحو مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمية الدراق ببركانة قصد إخضاعهما للتشريح الطبي بناء على توصيات من النيابة العامة المختصة. وذكرت مصادر موثوقة لـ 24 ساعة أنه من المرجح أن تكون الجثتين لشابين مغربيين أصيبا ليلة أمس برصاص البحرية الجزائرية لما كان على متن دراجة مائية جيتسكي رفقة اثنين من مرافقهما اللذين لم يظهر لهما أي أثر لحدود اللحظة. وفي الوقت الذي تتحدث فيه بعض المصادر عن اختفاء ثلاث دراجات مائية، وكشفت المصادر ذاتها أنه من المرجح أن تكون هذه الدراجة المائية جيتسكي قد تاه ركابها بعرض البحر الأبيض المتوسط لما انطلقوا من المنتزه السياحي مارينا السعيدية ودخلوا إلى المياه الجزائرية، الأمر الذي دفع به رجال البحرية إلى إطلاق النار على الشبان. نشكركم على حسن المتابعة.